يعني حضرتك ترى بأنه بالنسبة للغاز المصري وللغاز أيضا الفلسطيني لن يمكن أن يمر للأراضي الأوروبية دون أن يمر بالأراضي التركية كوسيط لتلك العملية؟ نعم، وهذا الـ يعني الـ هذه الطفرة في الصادرات المصرية والفلسطينية من الغاز، أنا أتصور أنها ستستمر خلال ما تبقى من 2022 و2023 وربما منتصف 2024، لكن بعد ذلك سيكون عليهم أن يعني يجدوا طريقة أخرى لبيع أو زبائن آخرين لبيع الغاز، لأن هيكون الغاز التركي أرخص للاتحاد الأوروبي من الغاز المصري والغاز الفلسطيني، لأنه ينتج في تركيا ثم ينتقل فقط من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وليس قادما من دول أخرى عبر البحر أو عبر الأنابيب بتكلفة أخرى.